هدف من مخلوفي وهدف في الدقيقة 19 بعد الخطورة والمحاولة على الجهة اليمنى. شوف الإعادة ومخلوفي سجل. شوف الإعادة من حوش اللي قلت في بداية الشوط الثاني هذا في مكان يسف تصطدم الكرة بالعارضة ومخلوفي سجل الهدف الأول هذا في الدقيقة 19. قلت أكثر انتعاش في بداية الشوط الثاني من طرف خط هجوم الوردية. جهة كويسة على الجهة اليمنى الانطلاقة هذه تبقى الخطورة تصطدم الكرة بالعارضة تبقى الخطورة من جديد وتدخل الدفاع.